بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدنا جميعا ما جرى يوم الجمعة 14 من رمضان، 15 من شهر نيسان أبريل، من اقتحامات شديدة وحشية للمسجد الأقصى المبارك بعد صلاة الفجر. هذه الاقتحامات التي أراد منها الاحتلال إفراغ المسجد الأقصى المبارك من نحو 30,000 من المصلين، أن ينهي حالة الاعتكاف بالتزامن مع اليوم الأول من أيام الفصح. ما جرى في هذا اليوم خطير جدا، اقتحام المصليات الأقصى المسقوفة، اعتقال المصلين من داخل المسجد القبلي، اقتيادهم جماعات إلى مراكز التحقيق المختلفة، ينبئ بأن الاحتلال يريد أن يصعد من استهداف المسجد المبارك في الأيام القادمة. يوم السبت وهو اليوم الذي أسجل فيه هذا المقطع لا يتم فيه اقتحام الأقصى نتيجة حيثيات دينية يهودية، ولكن منذ يوم الغد يوم الأحد ستبدأ منظمات الاحتلال المتطرفة بتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ونحن أمام أيام خطيرة منذ يوم الأحد غدا في 17 من نيسان وحتى يوم الجمعة. وهذه الأيام ستشهد اقتحامات كبيرة، ولأن المحطات الزمنية السابقة تنبئ بأن سلطات الاحتلال رفعت حجم اقتحامات الأقصى في عيد الفصح اليهودي من 1000 تقريبا و1050 في عام 2016 إلى نحو 2400 مستوطن في عام 2021. هذا يقول لنا بأن الأيام القادمة ستشهد اقتحامات كبيرة، ستحاول منظمات الاحتلال أن تؤدي يهودية متعلقة بالمعبد في الأيام القليلة القادمة، إضافة بأن فتح المجال أمام مزيد من الاعتداءات، على سبيل المثال اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة جدا، إدخال فطير العيد للأقصى، ونحن تحدثنا في مقطع سابق بأن جزءا من طقوس عيد الفصح هو تناول الفطير اليهودي، أداء الصلوات اليهودية الجماعية، وهذه الصلوات تتعلق كثير منها بالمعبد المزعوم، نثر الدم إن لم يستطيعوا ادخال قرابين الى داخل الاقصى. على سبيل المثال البارحه تم رصد 15 محاولة لادخال قرابين الى داخل المسجد الاقصى المبارك، يعني اي ان منظمات الاحتلال المتطرفه تريد ان تقوم بهذا الطقس داخل الاقصى، على الرغم من كل التحذيرات التي اطلقتها الجهات الفلسطينيه المختلفه. لذلك يريدون او سيحاولون ان ينثروا الدم في صحن قبه الصخره وعلى قبه السلسله، او على الاقل ان ينثروا النبيذ بديلا عن الدم. أيضا سيتم رصد محاولات إدخال دمى على شكل قرابين، دمية على شكل خروف أو على شكل ماعز، ضمن سياق الاستفزاز، وبأنهم استطاعوا أن يستفزوا مشاعر الفلسطينيين ويستفزوا مشاعر المرابطين. الاستمرار في محاولة دخول القربان، 15 في البارحة يوم الجمعة، الأيام القادمة ربما سنشهد محاولات أكثر، ربما سنشهد نجاحا لإدخال واحد من هذه القرابين حيا إلى داخل المسجد الأقصى المبارك على الأقل ولو لم يتم ذبحه. أخيرا اقتحام الأقصى بلباس التوبة، هذا اللباس هو لباس يهودي لا يلبس إلا في الطقوس المتعلقة بالمعبد. ستحاول منظمات الاحتلال المتطرفة أن تدخل مستوطنين وحاخامات يرتدون هذا اللباس لتعزيز حضور ما يسمى طبقة كهنة المعبد في المسجد الأقصى المبارك. أخيرا الحسابات سيناريوهات مفتوحة جميعا، نحن أمام أيام عصيبة جدا، حمى الله أهلنا وإخواننا المرابطين الأبطال في المسجد الأقصى المبارك، وكلنا علينا دور. سنتحدث إن شاء الله في مقاطع لاحقة عن دورنا نحن في الخارج، والسلام عليكم ورحمة الله.